السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة سهلة جدا وبسيطة واقتصادية جدا جدا بالموت، هتعجبكم جدا. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسونيش في اللايكات والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد وتفعيل الجرس. يلا بينا نبدأ مع بعض وصفتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول ايه ونشوف هنبدأ مع بعض وصفتنا ازاي. طبعا اول حاجة هعملها عندي اجيب عندي بولة بالشكل ده وهقشر الموز. هبدأ ان انا اقطعه شرايح رفيعة جدا، يعني ما تخليهاش سميكة ولا حاجة. ممكن تاخدي اكتر من موزة، ممكن موزة واحدة بس كفاية، ما فيش اي مشكلة، يعني الحجم او الكمية اللي يناسبك. لو عندك بقى موز من اللي هو المستوي قوي ده برضو هينفع معاكي وهيكون جميل جدا. بعد طبعا ما عملت مقطعة الموز عندي وبقى شرايح بالشكل ده كده، هبدأ ان انا هعمل ايه، هبدأ ان انا هرس الموز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ما يكون الموز مستوي معاكي اكتر كل ما يديكي نتيجة احسن بكتير جدا. وهبدأ ان انا هرسه بالشكل ده كده. انت بقى حابة ان انت تسيبي فيه قطع ما فيش اي مشكلة، حابة ان انت تخليه يعني بيوري قوي برضو براحتك، على حسب بقى ايه انت وذوقك في الاكل زي ما تحبي، وعلى حسب برضو ولادك بيحبوه ولا لا. بعد طبعا ما هرست الموز معايا بالشكل ده كده، اهو شايفين كده بقى معايا عامل ازاي. بعد ما هرسته بالشكل ده هنزل عليه كده ببيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهم حاجة بما اننا حطينا البيض يبقى لازم نضيف معانا رشة كده من الفانيليا او معلقة من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة او سكر الفانيليا او فانيليا خام بالشكل ده كده تبدأي تحطي منها رشة بسيطة كده. بسم الله، يدوب حاجة بسيطة مش كتير. الفانيليا دي فانيليا خام بتبقى مركزة مش سكر ولا حاجة. دي العلبة دي كلها بتكون تمنها 5 جنيه، بتجيبيها من هايبر ماركت او من عند محلات العطارة. بكمل بقى ايه تقليب كده في الموز وابدا ان انا اهرسه معايا كويس جدا. لو في اي حاجه ما اتهرستش كويس تبدا ان انت تهرسيها من اول وجديد، او لو حابه تاخديه في الخلاط ما فيش اي مشكله بالهاند بلندر برضو براحتك زي ما تحبي. انا بقى غيرت البوله عشان تاخد معايا، يعني حطيتها في بوله اكبر كده شويه. هبدا ان انا اضيف عليها حوالي معلقتين كده كبار من السكر. بسم الله، وهبدأ ان انا ايه اقلبهم كده كويس جدا مع بعض بحيث ان القوام كله يختلط معايا وايه، وان السكر كمان يدوب معايا في الوصفة فيديني طعم جميل جدا. قلبته طبعا معايا بالشكل ده كده. هبدأ ان انا اضيف عندي، شوفي بقى انت حابة تحطي ايه، حابة تحطي حليب مفيش مشكلة، حابة تزودي مية مفيش اي مشكلة، حابة ان انت تضيفي مثلا حليب وتزودي عليه لبن بودر برضو يعني ايه براحتك زي ما تحبي. فيعني انت معاكي كل الاختيارات. ببدأ انزل بقى معايا كده بكوب كامل من الحليب او كوباية كاملة من الحليب بالشكل ده كده، وبرضو اخليها تختلط مع كل المكونات. كل حاجة بتحطيها لازم تقلبيها كويس كويس جدا عشان يعني كل المكونات تلاقيها مختلطة مع بعض فتديكي النتيجة اللي انت ايه يعني محتاجاها، ويطلع معاكي في الاخر بافضل نتيجة. اخر اضافة بقى عندي وهي الدقيق او الطحين. ببدأ ان انا انخل معايا حوالي كوب كامل من الطحين او الدقيق بالشكل ده كده، بحيث ان انا لما انزل الطحين على الاكل ما يعني ايه ما يبقاش معايا في اي شوائب، وفي نفس الوقت بيبقى معايا هش جدا، الوصفة نفسها تبقى هشة جدا وتحسيها كده ايه طعمها بيبقى معاكي احلى بكتير جدا، تحسي انك بتاكلي حاجة طرية قوي. هبدأ ان انا اقلبه برضو كده معاهم. طبعا بقى بستمر في التقليب لحد ما الاقي القوام اتظبط معايا وفي نفس الوقت الدقيق او الطحين اختلط كده بكل الوصفة بالكامل. تقدري تضيفي عليها دلوقتي بيكنج باودر، او ممكن تضيفي عليها وتحطيها في الفرن، وممكن كمان تعمليها بنفس الطريقة اللي انا هعملها معاكوا دي، بتبقى جميلة جدا.
وكمان الاطفال بيحبوها قوي، وكمان يعني والكبار برضو. جميله جدا ومغذيه، وما فيهاش بيكنج باودر او خميره الحلوى، ما بيبقاش فيها. خلاص كده كل المقادير اختلطت معايا. هبدأ بقى ان انا اضيفها عندي نص في ال يعني ايه، هبدأ ان انا اقسمها نصين دلوقتي بقى. بعد ما قسمتهم معايا بالنص بالشكل ده كده، هبدأ بقى ان انا اضيف عندي حوالي معلقتين كده ولا حاجة من الكاكاو الخام. ده كاكاو خام غير محلى، او اسمه كاكاو مور. بضيف معايا حوالي معلقتين بالشكل ده كده، وبقلبهم معايا طبعا كويس جدا. بسم الله. طبعا بعد ما قلبتها بقيت معايا بقى بالشكل ده. تعالوا بقى نطلع بيها على النار ونشوف هنعملها ازاي. بالشكل ده كده يعني ايه، اعمليها نسبة وتناسب مش اكتر، ان انت بس يا دوب تغيري في الشكل. وهضيف ايه واحدة تانية بالشكل ده كده. نبدأ بقى ان احنا نكرر الموضوع ده لحد ما بنخلص الكمية بالكامل، وتشوفوا كده ايه بعد ما تخلص تبقى معايا جميلة جدا ازاي. اهو اعمليها بقى وافرشي بيها كل الكميه الموجوده عندك، يعني كل اللي املي بيها الطاسه كلها. هخلص انا بقى بالشكل ده كده، وبعد ما اخلصها هبقى اوريها لكم. طبعا بعد ما عملتها قلبتها معايا بقت بالشكل ده كده، هكمل انا بقى باقي الكميه بنفس الشكل، وهوريكم كده كم واحده تانيين برضو كنت عاملاهم عندي. برضو دي انا عملتها بشكل تاني كده بحيث ان هي تكون مختلفه معايا، بيبقى شكلها في الاخر جميل جدا. ده برضو شكل تاني كنت يعني عملته كده، برضو حاجة اختلاف شوية. عندي بقى دلوقتي موز معايا شرايح، وعندي طبعا الكريب كله بعد ما خلصته بقى معايا طبعا بالشكل ده كده. هبدأ ان انا احشي قدامكو، شايفين ما شاء الله عامل ازاي. بصي جميل جدا، حتى شكله بصراحة تحفة. يعني انت بقى يعني حابة تحطي له ممكن ان انت تضيفي عندك نوتيلا مثلا، لو ما عندكيش نوتيلا ممكن تعمليه عادي من غير نوتيلا. تقدري تضيفي فيه برضو مربى، اي حاجة انت حابة تضيفيها. انا هحط عليه بقى شرايح من الموز كده. بسم الله. وهبدأ ان انا ايه اظبطها معايا بالشكل ده كده، بحيث ان هو كله تلاقيه يعني كله جواه شرايح. بعد كده بقى ببدأ ان انا الفه معايا رول، باخده كده رول معايا بالشكل ده كده. بسم الله، بيطلع معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبكمل بقى باقي الكمية بنفس الشكل. بصوا بقى عملت واحدة من كاكاو وواحدة سادة، والباقي كله طبعا عاملاه مشكل بالشكل ده كده. في الاخر الحاجات دي كلها بتبان بقى في الشكل النهائي، بتبقى معاكي جميلة جدا. بص بقى الكمية معايا كلها بقت بالشكل ده كده، شايفين طبعا تنوع الاشكال والالوان والدرجات. الاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا، يعني اختلاف الالوان فيها وكمان اللي بالكاكاو وكده، فبيحبوها جدا، وباذن الله يعني هياكلوها. فلو عندك ولادك ما بيحبوش الموز وعملت لهم بالطريقه دي هياكلوه باذن الله وهيعجبهم جدا. دلوقتي بقى خلاص خلصنا مع بعض وصفتنا بقت بالشكل ده كده. حبيت بس ان انا اقول لكم ان انت تقدري تدي لابنك او لاطفالك يعني عامه القيم الغذائيه اللي هم محتاجينها، بس بالشكل اللي هم يحبوه، مش لازم تعملهم بالطرق التقليديه. تقدري تعملها اشكال مختلفه كده بحيث ان هم ياكلوها ويتغذوا بيها. ما تنسينيش بقى في اللايكات لو عجبك الفيديو، والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.